أهلا مشاهدينا في ساعة ثانية نحلل فيها أبرز الأخبار الواردة عبر موقع الشروق نت. رفقة الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي أستاذ إمام محمد إمام وأستاذ الإعلام بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا. أهلا وسهلا وجمعة مباركة. أهلا وسهلا لكما ولمشاهديكما داخل السودان وخارجه، وجمعة طيبة مباركة لكما أيضا ولمشاهديكما داخل السودان وخارجه. أهلا بك أستاذ إمام، سعيدنا جدا بك. ونبدأ مباشرة الشروق نت من هذا العنوان: البرهان يتعهد بدعم المرافق الرياضية بالبلاد. أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي التزام الحكومة بدعم المرافق الرياضية بالبلاد، خاصة إعادة تأهيل استاد الخرطوم وتوجيه الولاة بتأهيل الاستادات الرياضية بولاياتهم. والتقى البرهان بالقصر الجمهوري وفد الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة البروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد، وأشاد بالدور الذي يضلع به الاتحاد السوداني لكرة القدم تجاه الرياضة والرياضيين. وقال رئيس الاتحاد البروفيسور كمال شداد في تصريحات صحفية إن اللقاء ركز على الأوضاع المتدهورة باستاد الخرطوم الذي وصفه بشيخ الاستادات الرياضية بالبلاد، مضيفا أن الاتحاد أرسل مذكرة للاتحاد الإفريقي في وقت سابق حول البيئة المتردية للاستاد والتي قال إنها يمكن أن تؤدي إلى منع اللعب فيه. نعم، البنية التحتية لأي مجال هي مهمة لتطوير هذا المجال. نحن في الرياضة متأخرين جدا عما يحدث في العالم من حولنا، تشاهد وتعلم ويعلم الجميع حال ملاعبنا واستاداتنا الرياضية. يعني الآن الهلال، المريخ، واستاد الخرطوم باعتبارها هي الرئيسية الثلاثة وهي أفضل استادات. وفد أخير دولي زار هذه الاستادات وأخرج عدد من الملاحظات عليها، وهناك تهديد بأن يمارس السودان والأندية نشاطات خارج هذه الملاعب. الآن الدولة في شخص البرهان تتكفل بصيانة هذه الملاعب. نعم، مما لا ريب فيه أن تأهيل الرياضة لا يعني بأي حال من الأحوال أن يقتصر على الملاعب، ملاعب كرة القدم، بل يمتد إلى مناشط أخرى. السودان يعني كان ومن المتوقع أن يلعب دورا مهما فيها. أما ما جاء في حيثيات هذا الخبر الذي نجم عن لقاء رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان مع أستاذي البروفيسور كمال حامد شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني، إن دل إنما يدل اهتمام الدولة ممثلة في رئاسة المجلس السيادي بالرياضة والرياضيين. هذا أمر ينبغي أن يشار إليه. هذا الاهتمام يجب أن يصب في الانفراستراكشر اللي هي البنية التحتية للمناشط الرياضية. نعم. وأشير إلى أستاذ الخرطوم باعتبار أن أستاذ الخرطوم هو ما يعرف بالناشونال ستوديوم، يعني الأستاذ الوطني أو القومي الذي ممكن تلعب فيه كل الأندية، بينما هناك أندية حرصت أن تستفرد بأستاذاتها مثل الهلال، بنى أستاذا حديثا بكل معاني كلمة حديث، والمريخ كذلك، وإن كان المريخ فيه كثير مشاكل في البنية التحتية. يعني الأفضل في الوضع هو استاد الهلال الجوهرة الزرقاء. نعم. والفيفا وضعت به أو الكاف وضع به 7 ملاحظات كانت سيئة يعني. نعم، هذا ده ايرونيكلي هذا ما نستطيع ان نقول، على الرغم من اننا اجمعنا لانه من اعظم الاستادات، لكن هنالك سمت ملاحظ ابداها كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم. هذا يعني نحتاج الى اعادة نظر لاعادة هيكلة هذه الاستادات. ده يتبع أو يستصحب الاهتمام أيضا بالكادر الرياضي البشري، سواء كان إدارة أو تدريب أو لعب. يعني الإداريين واللاعبين والكوادر
المساعدة في هذا المجال لابد أن يحصل لها نوع من الترقية وتنمية مهاراتها لتواكب العصر الحديث في كل مجالات الرياضة، لا سيما في مجال كرة القدم باعتبارها من أكثر المناشط الرياضية شيوعا وشعبية عند السودانيين. يعني أستاذ إمام، الأمر لا يقتصر فقط على الجهات وتشريع القوانين وصيانة البنية التحتية، أيضا ثقافة الجمهور في عملية التشجيع وكيف شهدنا في الفترات الأخيرة يعني عنف كان من قبل الجمهور في بعض الملاعب اللي احنا موجودة، خاصة القمة الأخيرة ما بين الهلال والمريخ في استاد المريخ اللي نجم عنها كثير جدا من الأضرار. ما المطلوب من الجمهور أيضا من أجل المحافظة على هذه السادة؟ أيضا محتاجة إلى توعية، لأن العقوبات وحدها لم تردع مثل هؤلاء المشاغبين في الملاعب. يعني أشرت أنت إلى مباراة القمة بين الهلال والمريخ وما حدث فيها، لكن ما أن أعلنت العقوبات حسبنا أن ذلك سيكون ديترن، يكون رادعا لغيره من الجماهير أو المشجعين. فإذا بنا نفاجأ يوم الأربعاء الماضي في الزبارف أيضا بذاك الحدث مكرورا في ذاك الملعب، هذا فعلا محتاجين في الوسائط الصحفية التقليدية والحديثة لنشر ثقافة التشجيع، ثقافة التعامل مع مباريات كرة القدم. نحن نشاهد مباريات يكون فيها الجمهور أكثر من 120 ألف مشجع، لكن ما أن انتهت صفارة الحكم إلا تحس بأن كل أحد همه الأكبر كيف يتخارج من ذاكم الملعب أو ذاكم الأستاذ، بينما نحن هنا نفكر في كيف نحصب اللاعبين كمشجعين. يعني هذا محتاج لنوع من الكلتشرايزيشن. نعم، هي الثقافة. ثقافة، نعم. طيب، إلى خبر آخر عبر شبكة الشروق، تفاوض مباشر بين الحكومة والحركات حول المسار الأوسط. عقد وفد الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح مساء أمس الخميس في فندق بالم أفريكا الجلسة الأولى للتفاوض المباشر حول المسار الأوسط الذي يضم ولايات النيل الأبيض، سنار، الجزيرة والخرطوم بحضور رئيس الوساطة تود جلواك. وأوضح التوم هجو ممثل مسار الوسط في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المسار سيقدم خلال 48 ساعة رؤية مفصلة للحكومة حول قضايا الوسط ستكون شاملة لمعالجة القضايا الأساسية لوسط السودان. وأبان هجو أن الرؤية تشمل محاور التنمية والخدمات والإيرادات والقطاع الزراعي فضلا عن قضايا الحرب والنزوع. ولفت إلى أن المسار سيقدم عددا من المطالب على رأسها إنشاء صندوق إعمار للوسط ومراجعة قوانين الأراضي وإسقاط الديون عن المزارعين وإرجاع الممتلكات المرهوبة في مشروع الجزيرة. مناقشة المسار الأوسط وأيضا يحتوي على مناطق إنتاج عانت كثيرا في الفترات السابقة، أهمية مناقشة هذا المسار وما المخرجات التي يمكن أن تخرج بها هذه المفاوضات في هذا المسار بالتحديد؟ نعم، هذا يدل إنما يدل على أن الرغبة من كل الأطراف أكيدة في إحلال السلام، أي أن لا يقتصر هذا السلام على أجزاء معينة من السودان الكبير، إنما نحرص على إيجاد معالجات وحلول لمشاكل مناطق، كل منطقة لها مشكلة مختلفة عن الأخرى. هذا بداية صحيحة للتفاوض حول السلام. فيما يتعلق بهذا القطاع الأوسط، فعلا هذا القطاع أهميته تأتي في أنه يعني بوتقة الزراعة في السودان، خاصة منطقة الجزيرة والنيل الأزرق والنيل الأبيض. فلذلك هذا الاهتمام دل إنما يدل على ضرورة إحداث قدر من الاستقرار لاستدامة التنمية فيما يتعلق بهذا الجانب. أشير أيضا إلى أن الحكومة الانتقالية أولت قدرا من الاهتمام بموضوع الزراعة خاصة في هذا الفصل الشتوي، فلذلك أصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور
عبد الله آدم حمدوك قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الزراعة لمتابعة مطلوبات واحتياجات المناطق الزراعية فيما يتعلق بالموسم الزراعي الشتوي. كل هذه الجوانب يعني الالتفات إليها مهم، يعني مهم أن نلتفت إلى ما في حوزتنا حتى نستطيع أن نعالج بعضا من المشكلة الاقتصادي اللي تسبب في كثير من المعاناة على طبقات المجتمع السوداني بدرجاته المختلفة. نعم، عندما يكون الحديث عن مشروع الجزيرة تدمع الأعين، هذا نعم. هذا بكل حال، لكن الآن تطرقوا إلى الممتلكات المنهوبة في مشروع الجزيرة. نتطرق نحن بصورة عامة إلى المشروع ويكون التساؤل البديهي والتلغائي الذي يرد إلى أذهان المتابعين، إعادة هذا المشروع، كيف لنا أن نتحدث عن عودة المشروع إلى ما كان عليه؟ مشروع الجزيرة يعد من أكبر المشاريع الزراعية في أفريقيا، فلذلك كان هذه بين ظفرين. أيوه، فلذلك كان هو نوارة المشاريع الزراعية في السودان. لكن لحيثيات وأسباب متعددة حدث تدهور كبير في هذا المشروع، نتيجة للإهمال، نتيجة لبعض الممارسات المتعلقة بالفساد، جعل هذا المشروع يعني لا يؤتي ثماره المرتقبة. الآن في تفكير جاد في إعادة إصلاح هذا المشروع، مشروع الجزيرة، ليكون رافدا مهما من روافد الاقتصاد السوداني. المعالجات ليست قاصرة على الجانب المتعلق بممارسات الفساد فحسب، بل حتى الجوانب الفنية المؤهلة لهذا المشروع من ري وبذور وغيره، وأيضا إحداث قدر من الترقية والترفيع في فهم مزارعين الجزيرة في كيفية الاستفادة من هذه المساحات الزراعية التي كانت سببا من أسباب استقرار وتنمية في السودان في الفترات السابقة. أستاذ إمام، بإيجاز، يعني على رأس الأولويات بالنسبة للمسار الأوسط تكوين صندوق إعمار لا. الوسط، خاصة هذا الصندوق، ما الذي يمكن أن يقدمه صندوق في معالجة الأراضي الزراعية التي تقولت عليها المباني السكنية وطرق تمديدة أيضا من قبل الجهات أن تضبط بالشكل المطلوب؟ يعني صناديق الإعمار لا شك أنها أسهمت في معالجات بعض المشاكل، منها صندوق إعمار الشرق كما نعم. تعلمون، الذي انتظمت فيه بعض المشاريع في منطقة شرق السودان بولاياته الثلاثة، كسلة، الغضارف، والبحر الأحمر. على قرار هذا الصندوق مع الاستفادة من الملاحظ السالبة التي صاحبت صندوق إعمار الشرق في هذا الصندوق، صندوق إعمار الوسط، خاصة هذا الصندوق سيركز على المشاريع الكبيرة مثل مشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية في النيل الأزرق والنيل الأبيض، التي كما أسلفت أنها من الروافد المهمة للاقتصاد السوداني في معالجة الخلل والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، أي الاقتصاد السوداني. نعم، نذهب مباشرة إلى الخبر التالي، انطلاق مباحثات الحج بين السودان والسعودية. انطلقت بمكة المكرمة يوم الخميس المباحثات السودانية السعودية حول ترتيبات حج العام 1441 هجرية. رأس وفد السودان وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، فيما ترأس الجانب السوداني الدكتور محمد طاهر وزير الحج والعمرة. وحضر المباحثات القنصل العام للسودان بجدة وطاقم أعضاء مكتب شؤون حجاج السودان والقنصلية العامة للسودان بجدة.
وقال مفرح إن العلاقات بين السودان والمملكة علاقة أزلية أو علاقات أزلية، وإن السودان يستشرف مرحلة جديدة بعد نجاح الثورة العظيمة، وعبر عن امتنانه على دعم المملكة اللامحدود لأعمال الحج والعمرة في السودان. وأشار نصر الدين إلى عدد من القضايا ومطلوبات الحج لهذا العام، بينها رفع حصة السودان لحج هذا العام إلى 35 ألف حاج نسبة للزيادة المضطردة في أعداد الراغبين لأداء شعيرة الحج وتضمين السودان ضمن مبادرة طريق مكة المكرمة. التنسيق في أعمال الحج والعمرة بين السودان والسعودية، والنقطة المهمة هي يعني 35 ألف حج حصة السودان هذا العام، هي رفع يعني. نعم، أولا هذه النسبة تأتي ليس فقط للراقبين حسب، إنما وضعت كآلية عندما حددت النسب، هذه حددت النسب على عدد سكان كل دولة من الدول دول العالم، يعني ريشو، يعني نسبة وتناسب. لكن السودان بيجد في كثير من الأحايين نوع من التعامل المرن من جهات الحج في المملكة العربية السعودية، باعتبار تلكم العلائق والوشائج التي تربط السودان والسعودية، خاصة فيما يتعلق بمسائل العمرة والحج. هذه معلومة مهمة أن السعودية لا تتشدد مع السودان فيما يتعلق بالنسبة والتناسب المعمول بها مع كثير من دول العالم. الأمر الثاني، هذا الترفيع لم يكن أول مرة، إنما في كل فترة يحدث أن ترفع نسبة الحجيج السوداني في وفقا لحيثيات يقدمها الجانب السوداني. في هذا اللقاء تقدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف بأن عدد الراقبين في أداء شعيرة الحج بدأوا في تزايد مستمر، وكما تعلمون أن سياسة الحج في المملكة أن تعطى الفرص للحجيج بالتناوب، يعني لا يحدث أن يتكرر الحاج إلا الاستثناء إلا من تعود أن يحج في كل سنة من سنوات الحج، فهؤلاء صار عندهم هذا بمثابة تقليد ثابت أكثر منه شعيرة، فلذلك المملكة تغض الطرف في هذا الجانب حتى تيسر لهم هذه الرغبة الأكيدة في أداء الحج بصورة مستدامة. أما ما يتعلق في البلط في العدد المهول الذي يطلب تأشيرات الحج، فهنا لابد من وضع سياسات يلتزم بها كل من الطرفين حتى لا يحدث نوع من الخلل التنظيمي سواء كان داخل السودان أو في مشاعر الحج بالمملكة العربية السعودية. فأحسب أن ترفيع نسبة السودان إلى 35 ألف ستلبي رغائب كثير من الراغبين في أداء شعيرة الحج هذا العام ونسأل العام المقبل، ونسأل الله أن يتقبل منهم حجهم ويغفر لهم ذنوبهم. لكن يا أستاذ إمام، يعني بإيجاز سريع، مع ترفيع هذا العدد الكبير بيحتاج من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كثيرا من الجهد، يعني خاصة في معالجة الخدمات الموجودة بالنسبة للحجاج. ما المطلوب حتى في طريقة التنظيم وطريقة، يعني كان هنالك كثير جدل في السنوات السابقة بالنسبة للحجاج حتى في توزيع الفرص. نعم، حتى نتناول أيضا ما يحدث في السنوات السابقة. نعم، الخدمات فيها إشكال كبير. نعم، رغم أن المقابل المالي عال جدا.
مثل ما أشار حسام، إذا استصحبنا مشاكل السنوات الماضية، دعنا نتحدث عن السنة الماضية، كانت هنالك يعني تردي كبير في الخدمات المقدمة من قبل الجهات السودانية للحديد في المملكة. أيضا أمر آخر اللي هو مسألة الترانسبورتيشن، مسألة النقل، يعني الذين كانوا أدوا شعيرة الحج أو العمرة عن طريق البحر، لاحظنا وتحدثنا صحيح. في هذا البرنامج أنهم عانوا معاناة قاسية صحيح. في سواء كان في الذهاب من السودان إلى جدة أو العكس في إيابهم، وجدوا يعني مضايقات ومضاقطات كثيرة نتيجة لعدم ترتيب المسألة. فلذلك المطلوب ليس زيادة عدد الحجيج فحسب، بل المطلوب أن نعمل جاهدين داخل السودان أن ننظم المسائل التي تتعلق بالخدمات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في السعودية حتى يتفادى الحجيج مضايقات ومضاقطات السنوات الماضية، ويكون حجهم حجا يعني ميسورة بإذن تعالى. بإذن الله. نعم. الخبر التالي: الصناعة والتجارة تكشف عن تعديل 5 من القوانين. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة يوم الخميس عن البدء في تنفيذ خطة الحكومة الانتقالية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وكشفت عن تعديل عدد 5 قوانين تشمل التنمية الصناعية، التعاون، تنظيم التجارة، وسجل المصدرين والمستوردين، بالإضافة إلى قانون المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية. وخطب وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي ورش القانون وسياسة المنافسة ومنع الاحتكار والتي ينظمها مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوزارة بالتنسيق مع مفوضية المنافسة بالكوميسا، مؤكدا أهمية القوانين ودعمها للاقتصاد القومي. وأشار إلى أن قانون المنافسة ومنع السلع الاحتكارية يسهم في رفع الكفاءة للمنتجات الوطنية وتقديم سلع ذات جودة عالية، والتي بدورها تجد منافسة أسواق في الدول الأعضاء بالمنظمة والقارة، كما أن القانون يساعد في رصد حركة السوق. ودعا وكيل الوزارة إلى أهمية مناقشة تشريعات وقوانين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومطابقتها مع قوانين الدول الأعضاء بالمنظمة، ما يسهم في جذب الاستثمار وتهيئة المناخ الجيد للتجارة. كل هذا ينصب في آخر يعني نقطتين: جذب الاستثمار وتهيئة المناخ الجيد للتجارة. حركة دوبة عن طريق عدد من الورش، عدد من الملتقيات والشراكات لوزارة الصناعة والتجارة نشاهدها من خلال الملتقى الأمس وعدد من الملتقيات، أيضا يوم الأحد سيكون هناك ورشة أخرى وملتقى آخر. كل هذا يجيء في إطار ضرورة اتباع السياسات المتعلقة بمنظومة الكوميسا. يعني هذه المنظومة تتعامل مع دول عديدة فيما يتعلق بالتجارة، فلذلك السودان كان حريصا أن يكون جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، لكن هذه المنظومة تتطلب بعض التشريعات المتعلقة بالقوانين التجارية وغيرها. فلذلك حرصت وزارة الصناعة والتجارة العمل على وضع تشريعات، الآن حصرت في 5 قوانين ستقدم تباعا لإجازتها وتطبيقها. أهم ما فيها الإشارة الأخيرة المتعلقة بأن إزالة الاحتكار يعني مزيد من التنافس، مزيد من التنافس يعني أيضا يعني العمل على تخفيض أو تنزيل هذه الأسعار اللي في ارتفاع مضطرد. طيب الأمر الثاني أن بهذه القوانين يسر للمستثمرين سواء كانوا
وطنيين أو أجانب الاستثمار في السودان وفقا لتشريعات وقوانين تنظم هذا العمل وتعمل جاهدة لتفادي المشاكل والمعوقات التي واجهت المستثمرين سواء كانوا سودانيين أو أجانب في الفترات الماضية، مسألة الأراضي، مسألة التزاحم في قضية البنية التحتية للمناطق الزراعية الاستثمارية، كل هذه بهذه التشريعات تكون هنالك معالجات قانونية تضمن لهذا المستثمر استثماره وضمان أن أعماله تسير بالطريقة التي يعني حددتها القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار. أستاذ إمام، نحن الآن بنعيش في فترة حرجة خاصة في مجال الاقتصاد، والسوق ما بين الشد والجذب، خاصة المضاربات اللي بتكون موجودة من الجهات الاحتكارية، مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تكارية. أهمية ضبط السوق من قبل المصدرين، من قبل المستوردين، حتى أنه تكون الكفاءة أو المنتج السوداني الوطني ذا كفاءة في السوق السوداني عموما أو للتصدير. نعم، هذا إحدى العوامل المهمة في تنظيم العمل التجاري والصناعي في السودان. نحن نعلم أن الصناعة في السودان خلال العقود الماضية تدهورت بصورة يعني خطيرة، يعني كان السودان يتميز بصناعات مهمة مثل صناعات النسيج، صناعات الحبوب الزيتية يعني الزيوت وغيرها، كل هذه الصناعات تدهورت بصورة يعني جعلت المرء في حيرة من أمره. يعني لذلك العمل ليس بالقوانين فحسب، العمل جاهدا وضع سياسات تساهم إسهاما فاعلا في بث الروح في مثل هذه الصناعات من جديد، حتى يتسنى للسودان أن يكون من الدول المتقدمة في أفريقيا في مجالات الصناعة والتجارة. أيضا التجارة الآن في حاجة بهذه القوانين إلى ضبط مساراتها، لأننا نعلم الآن التجارة لم تعد التجارة التي يعني عرفت من قبل بمنظوماتها المختلفة. أي شخص الآن تسأله يقول لك والله أنا في السوق الحر، السوق الحر تعمل إيه؟ يقول لك أنا تاجر. وتاجر يعني بقت حاجة، واحد يمشي يأتي بحقيبة ملأة من الصين أو الإمارات ويعتبر هذه ممارسة للتجارة. كل هذه المسائل تنضبط حتى لا يتضرر ليس التاجر فحسب، حتى لا يتضرر الاقتصاد السوداني. صحيح. يعني هذا المطلوب. من هذه المطلوبات وضع قوانين مشجعة للاستثمار وقوانين ضابطة للتجارة والصناعة وتمهيد أو وضع ممهدات لإعادة الصناعة كما كانت من قبل وأحسن. طيب إذا كان في هنالك وقت نختتم بهذا الخبر حسام. نعم سريعا. طيب حريق بالورشة المركزية لجهاز المخابرات العامة، اندلع ظهر يوم الخميس حريق جزئي بقسم الصيانة بالورشة المركزية لصيانة المركبات بجهاز المخابرات العامة والمنطقة الصناعية بخرطوم بحري، وذلك إثر احتكاك أثناء صيانة أحد المواتر نجم عنه شرارة أدت لاشتعال النار في عدد من المواتر الموجودة بالورشة بغرض الصيانة. قال الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة بحسب وكالة السودان للأنباء سونا أن الحريق قد امتد ليشمل مخزن لقطع الغيار، وأشار إلى أن وحدة الدفاع المدني قد تمكنت من السيطرة على الحريق بكل احترافية وسرعة استجابة، مما ساهم في منع تمدده في بقية أجزاء الورشة والمباني المجاورة ودون أن تكون هناك خسائر في الأرواح وإصابات. وقال إن المدير العام لجهاز المخابرات العامة فريق أول أبو بكر دنبلاب تفقد الورشة المركزية واطمأن على سلامة العاملين فيها.
يعني أسبوع الحرائق الذي شهده السودان، عموما تداعيات هذا الحريق وكيف نمكن من استخدام السلامة المهنية والصحة المهنية داخل كل مكان؟ يعني لم نفق بعد من حريق السلاميق الشهير سيلة خلطوم بحري الذي راح ضحيته عدد من الأنفس وعدد من المصابين، ثم جاء هذا الحريق. وإن كان كلا الحريقين تسببت فيهم أسباب لا علاقة لها ب هذا الاشتعال الكبير، لا علاقة لها بإرهاب أو يعني تسببت أعطال فنية أو أسباب فنية في إحداث الحريق. فلذلك على الرغم من أنه تم تشكيل لجنة لموضوع الحريق الأول، حريق السيراميك في الخرطوم بحري، إلا أن المسألة محتاجة إلى نظرة متعلقة بالسلامة في أماكن العمل، خاصة أماكن العمل التي يكون فيها أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة وكذلك أعداد كبيرة من العاملين، لضمان سلامة هؤلاء العاملين في المقام الأول، ومن ثم سلامة هذه الأجهزة، لأن هذا الأمر يعد خسارة كبيرة للجهة التي تتضرر من هذا الحريق. في هذا الخبر المخابرات العامة أصدرت بيانا أعلنت فيه أن هذا الأمر ليس بفعل فاعل كما ذهبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هنالك جهة بعينها تسببت في هذا الحريق، ولكن قطعت جهيرة قول كل خطيب بهذا البيان. أعلنت المخابرات العامة أن هنالك ثمة خلل فني تسبب في هذا الحريق، لكن من الضروري أن ينظر الجهاز وغيره من الأجهزة في قانون سلامة الصناعية، وهذه المسائل معمول بها في دول العالم لأنها مكلفة في التعويضات إذا كانت هناك خسائر في الأرواح أو غيرها. فمن الضروري أن تخرج هذه اللجنة ببعض الريكومنديشنز، بعض التوصيات المتعلقة بالتشديد فيما يتعلق بقضايا ومسائل الرغابة والسلامة الصناعية. شكرا جزيلا أستاذ إمام محمد إمام، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وأستاذ الإعلام بجامعة العلوم والتكنولوجيا، شكرا لك. وشكرا لكما ولمشاهديكما داخل السودان وخارجه، وجمعة طيبة مباركة.